أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى من لدن وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواننا، الجزء الثالث من بيان الله تعالى، الآية 23 سورة آل عمران، آية 23. نكمل الجزء إن شاء الله اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. أخونا أبو أحمد، الله يبارك فيك، أول من يستمع إلى هذه القراءة، نرجو من الله أن تكون خالصة لوجه الله. أهلاً أخوي أبو أحمد الغالي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم إلا أن تتقوا منهم تقاة. بنوقف عليها بالهاء. ألين أخونا حنيف يا والعمر، الله يجعلكم في أنظار سيدنا عمر. أخونا محمود داود، أهلا وسهلا. ألين ألين دول جيراننا، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم يا رب. أخوانا بنوقف تقاه بالهاء، ها، الله يبارك فيكم يا رب. ويحذركم الله نفسه، يعني ديروا بالك، الله بيقول هون دير بالك من غضب الله وسخط الله سبحانه وتعالى. أخواني ديروا بالك أخواني، الله يبارك فيكم جميعا. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. يعلمه الله، مو يعلمه، غلط. يعلمه ليش؟ لأنه جواب الشرط، لأنه جواب الشرط. عم يقول هون يا أخي ادعي لنا دعاء أغني نحن بألمانيا. الله يا رب، إكراما لحرمة اسمك الأعظم ولحرمة أسمائك الحسنى ولحرمة مقام سيدنا محمد ولحرمة هذا القرآن العظيم، أن تحفظ أخانا بألمانيا وكل إخواننا المغتربين اللي يا رب والله ما لهم غير أنت، والله يا رب لا غنى لهم إلا بغناك ولا عز لهم إلا من عزك. الله يا رب يجعل أداة دعوة إلى الله، إلى سيدنا رسول الله. أخواننا بالغربة، أنتوا سفراء عن سيدنا محمد في بلد أوروبا، خلوكم بتقوى الله، خلوكم بمراقبة الله، خلوكم ضمن العمل تخافون الله في أعمالكم،
لأنه أنتوا عم بتمثلوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنتوا عم بتمثلوا القرآن الكريم، أنتوا عم بتمثلوا حضرة القرآن الكريم. خلوكن أنتوا سفير عن سيدنا محمد في تلك المحلات. الله يبارك فيكم، والله يحفظ كل إخواننا في بلاد الغربة، ويا رب ندعوك أن تردنا وترد كل أمة سيدنا محمد إلى بلادهم وإلى ديارهم وإلى أوطانهم وإلى دينهم ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء، ست حركات، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. شايفين؟ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فنحن أخواننا مأمورين باتباع سيدنا محمد. كاتب لي الأخ، عرفتني مين؟ لا والله ما عرفت مين. الله يبارك في كل أخواننا والله، لأنه ما شاهوس هديجة بقى كتابة تركي أو إنجليزي، أنا بعرف إنجليزي أكثر من التركي. نعم، فنحن مأمورون باتباع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا رسول الله لا أمرنا إلا بخير. نعم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. أخواننا انتبهوا، ها، مو معناته أنه الذكر أفضل والأنثى كبلاء. يعني اليوم الأنثى خواتنا أو أمهاتنا أو بناتنا الحريم، الله يستر عليهم جميع. المرأة تعتريها الدورة الشهرية، يعتريها النفاس، يعتريها الولادة، يعتريها المحيض، أما الرجل لا يأتي شيء أبدا. لذلك كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، منهن السيدة خديجة والسيدة عائشة والسيدة فاطمة ومريم بنت عمران، وفي رواية آسيا زوج فرعون. فمعنى ليس الذكر كالأنثى، فاليوم الأنثى ممكن تطلع بجيه دورة الشريشي تطلع برا الجامعة، أما الذكر ما بطلع. لذلك هو معناته أنه والله خيو نفرح للصبي والبنت، أجلكم الله إذا جانا بنت مبوزن ونخرب خلقتنا. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. نعوذ بالله من ذلك. نعم، شو إني سميتها مريم. مين بيعرف إيش إعراب مريم؟ اللي بيعرف إعراب مريم يكتب لنا إياها. سميتها مريم. نعم. وإني أعيذها بك وذريتها. وين معطوف ذريتها؟ يلا أخوانا. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها. إيش إعراب ذريتها؟
من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، الولد من الله هدية. نعم، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أخونا زكريا الشامي، أهلا وسهلا، ضيف جديد، الله يجعلنا إن شاء الله يكرم ضيوف كلياتنا عن سيدنا النبي. أهلا بأخوي حج خطاب، لك الله يبارك فيك وبأختي الحجة وبولادك وبناتك وبعمرك وكل أخواننا المشاهدين. أخونا حج خطاب من الناس الطيبين والله، من الناس المحبين لأهل العلم والعلماء. أهلا بأخوي حج خطاب الغالي. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة. إذا نحن ممكن نسمع صوت الملائكة وممكن نشوف الملائكة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، والنبي شهد بذلك. ممكن نشوف الملائكة ونسلم عليهم، ممكن نعرفهم وممكن لا نعرفهم، كما حدث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخونا حميد حميدي وحكمة الأحمد، حياكم الله، حياكم الله جميع، الله يبارك فيك أخوي زكريا، الله يحيي أصلكن جميع ويجمعنا إن شاء الله هيك بالروضة، بخدمكن بشربكن مي بإيدي هيك كرمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، إن الله يبشرك بيحيى. أول اسم سمي على وجه الأرض بهذا الاسم هو سيدنا يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. نعم، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك يفعل الله ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، يعني آية علامة. قال آيتك، بالمد مو آيتك، آيتك ألا، يعني أن أولى، تبعتوا أخواني، أن أولى ألا تكلم الناس ثلاثة أيام. حبيب الروح إلى عمرك كله وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. إذا توقف اصطفاك، دك تكمل اصطفاكي، وطهرك وطهرك واصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي، شايفين القراءة، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع مين؟ مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. ما شاء الله عن ضيف جديد، مصطفى العلي العلي، أهلا وسهلا بأخونا مصطفى، ضيف جديد، يا أهلا وسهلا بضيوف القرآن وضيوف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، حياكم الله. وما كنت، إذا من أنباء الغيب، إذا مو من عندك يا سيدنا محمد، النبي ما جاء من عنده شيء، والله كله من حضرة الله تعالى. فهذا من علم الغيب اللي أنا أعطيتك إياه يا حبيبي يا رسول الله حتى تبلغه للبشرية، وشو صار في الأمم السابقة قبلك، آل عمران آل إبراهيم وهكذا.
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. قم بخدمته. وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. أمه السيدة مريم ها لا له أب ولا له أم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. علينا بين الدعوة إلى الله ثم الحساب عند الله. من ندعو نعمنا على أخا نحن نحن أديبين مع الله. إشو قرآننا قال نقول, إشو قرآننا نهانا مننتهي, إشو أمرنا قرآنا منأتمر. نعم. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. يعني لا تزوجت طبعا بالحلال يعني هو يطار أعوذ بالله, لكن شرح يعني يعني لا حدا قرب عليها وحشاء طبعا يعني من حرام ما حدا قرب, حتى بالحلال ما حدا قرب عليها نام معه حتى تتلقح النطب مع البويضة يصير ولد ما حدا قرب عليها أبدا بنص القرآن الكريم. وافترى على الله الكذب كل من يتهم السيدة مريم. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. مو من عند حدا, بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. كله بإذن الله, كله بأمر الله, لكن معجزات. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. أكثر من هيك يعني بعلمك وكلك كل شيء. الطير بحيي العظام إيش بدك, بس كله ما ردوا إلى الله مولي. أنا عبارة عن سبب لإثبات المعجزة الإلهية فقط. نعم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله. يعني أنصار الله اللي عم ندافع عن الله, هاي معنات الآية الكريمة. فلما حس أي شعر سيدنا عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون, يعني أنه كانوا ناس قالوا أنه كانوا بيض الوجوه أو كانوا حوروا ثياب, يعني خلاف عند سادتنا العلماء. قالوا قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. أخوي طبعا يعني ما بحسن بجود على السؤال لأنه والله محذوف على صدري من رمضان لحد الآن. ادعوا لي بالشفاء كرما لحضرة النبي.
فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى، انتبهوا أخواني عبد أهلين أخوي مار أبو جمعة الله يبارك فيك، سلام ورحمة الله وبركاته، وسلم الله دينكم وأعراضكم وخواتيم أعمالكم جميعا يا رب، حياكم الله. انتبهوا أخواني على سيدنا عيسى. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ما معنى أخواني متوفيه؟ وين القلم صار؟ الله الله، معنى من أخواني متوفيك يعني انتهت مدة إقامتك في الحياة الدنيا، انتهت مدة الإقامة في الحياة الدنيا. ورافعك إلي ومطهرك، شايف سيدنا عيسى طاهر، أعوذ بالله، لا يصلب ولا أعوذ بالله. ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذي، يعني مقام فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما صار يفصل القرآن عز وجل. أهلين أهلين وسهلين ابن خالتي الغالي المحترم حاج محمود الشيخ صاحب الروح الطيبة والروح المباركة، أخوانا أخونا محمود الشيخ، يعني بقرب الوالدة رحمه الله، يعني والدته ووالدتي أولاد خالي يعني. ومحمود الشيخ من الناس الطيبين، رحمة الله روح والدك ووالدتك يا حاج محمود، من أهل الحب لله ولسيدنا رسول الله، وعنده احترام جدا لأهل العلم والعلماء، وخاصة لساداتنا رجال الطريقة النقشبندية. الله يرزقك محبة الله يا حاج محمود الشيخ المحترم، ومحبة سيدنا الرسول، ومحبة الأولياء والصالحين. أهلين الضيف جديد عزيز علينا جدا، أهلين بحاج محمود الغالي، الله يبارك فيكم يا رب. أخونا حاج قدور أخوي رامي العقدة من خالي حاج عادل، الله يبارك فيكم جميع، تحياتي لكل ساداتنا وإخواني المشاهدين الطيبين كلكم، الكبير مقام أبوي، صغير مقام أخوي، أختي أخوي وأختي، الأصغر مقام ابني وبنتي، بارك الله بكم جميعا حفظكم الله. أهلين بالضيوف الجدد الطيبين. نعم، شو بقى صار يفصل القرآن. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. يوفيهم أجورهم بزيادة، لك بزيادة يا إخواني، افرحوا. الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشرة، والعشرة بمية، والمية بألف، والله يضاعف لمن يشاء. أهلين أخوي أبو جابر غنام، أخوي أبو جابر من الناس والله الطيبين، الله يبارك فيكم يا الله يبارك فيكم، من الويسات لسيدنا أويس القرني رحمه الله وطيب الله ثراه. أهلين بالشباب أخونا محمد خير جزاك الله خيرا، أهلين بكل إخواني من آل عزمارين، بتسلمولي على أخوي حاج محمود بكري أماني، أخوي أبو جابر غنام، على أخوي حاج محمود البكري، الله يجعل كل ما يقدمه للمجد الشمالي في قرية عزمارين وصحيفة أمه وأبوه إن شاء الله يا رب. أهلين بإخواني جميعا. نعم، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن شوف هون بقى المقارنة مع خلق الله سبحانه وتعالى، يعني الله ما عنده هذا صعب، لا 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 لا، كلكم فيكون. إن مثل عيسى عند الله، شايف هاي مثل عيسى، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك
فلا تكن من الممترين. ما معنى أخواني الممترين؟ أي شاكين. نعم. فمن حاجك، هيك تقرأ أخواني، انتبهوا. أليم يا أخوي حج أحمد فارس، الله يشافي خالي يا رب بجاه سيدنا محمد، والله أنتوا أولاد راضين أخواني. هذا خالي فارس عنده أولاد، ندعو لهم دائما والله بالصحة والعافية، ونرجو من الله يكونوا كل أولاد أمة سيدنا محمد مع أبائهم، والله بارين بآبائهم. يعني ما نهار سمعت واحد عيب أو رفع رأسه أو عينه بوجه والده، والله شافيك يا خالي فارس، الله يبارك فيكم يا رب إخواني. نعم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أخونا أمير الغاب، والله أمسات عرفتوا مين؟ أيوة أيوة عرفت، آلين أبو النصر، حياك الله أبو النصر أخوي، عاصم سيدنا الشيخ أبو النصر، شفر صورته، وحياكم الله، الله يجعلنا في أنظار سادناتنا الأولياء والصالحين يا رب. نعم. يا أهلا وسهلا بإخواننا جميعا. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب، من إخواني اليهود والنصارى، تعالوا اسم فعل بمعنى يعني تعالوا اسم فعل، مو فعل اسم فعل، نعم، بمعنى ايتوا، نعم، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك، معطوه بالنصب، ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون. بعد سيدنا إبراهيم نزل التوراة والإنجيل، ليش هتحجوا؟ عمشان إيش؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. فلما، لما اسم استفهام، حظوا أخواني، لما اسم استفهام من الأسماء التي لها الصدارة، تبعنا كيف أخواني؟ اسم استفهام له الصدارة في علم الإعراب. فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. يعني مذهب حنفي ما هيك؟ لا أخواني، لا لا لا، وين سيدنا إبراهيم من 4-5 آلاف سنة؟ حنيفا بمعنى حنف، بمعنى مالا، مائلا إلى الدين الحق، ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. نعم. وما كان من المشركين، لكن ما حدا ولا واحد آمن معه. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، هو سيدنا محمد،
والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هو ولينا، هو ناصرنا، هو 24 معنا حسب برودة أخواني في الآية بتجي. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. شاف الخطاب؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون، يعني عمال بتخبوا بتراوغوا، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. الواو حالية، الواو حالية، جملة أنتم تعلمون في محل نصب على الحال. نعم. وقالت هيك اسمعوا، مو وقالت طائفة غلط، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. شايف؟ والعياذ بالله تعالى. لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. صدري. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. شرح طويل سبحان الله. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم لا حظ لهم في الآخرة عند الله تعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. يعني عم تتلاعب على الله يعني. أهلا وسهلا أخونا المحترم محمود مسيني، حياكم الله حياكم الله. أليم بحاج محمود ضيف على هذه اللحظات المباركة، إن شاء الله بتكون كلنا عن ضيف عن سيدنا الرسول وضيف لعند الله بالكعبة يا رب. شوف عم بلعبوا بلسان من شان يغيروا كلام الله، لا يمكن. الله عم بيقلن لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله، كمان كذابين. وما هو من عند الله؟ بالنهايه ستلقون جزاءكم. عم بتقولوا على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بيعرفوا عم بكذبوا على الله، محاسبين حالا سووا شغلة كويسة؟ لا لا لا، طالما في مرض وطالما في قبر وطالما في موت البدكن يسووا. هالقرآن محفوظ رغم أنف الصغير والكبير ومين ما كان يكون، هالقرآن محفوظ إلى يوم القيامة.
أهلين بأخوي حج حسين عقدة، الله يرحم عمي أبو حسام. هذا أبوه درسني، عمي أبو حسام الرجل الطيب رحمة الله على روحه الطاهرة، وعلى أخينا أبو نواف وأخينا عبد الحفيظ أخون طبعا رحمة الله عليهم جميعا. الله يرحم أخواننا، أخونا أبو نواف من بلدة حربل، جيراننا وقرايبنا وأخونا ومحب وإنسان الآن بديار الحق اليوم الثاني، إكراما لله ولسيدنا محمد. كلياتنا بنقرأ الفاتحة لروح وثواب، يعني نهدي ثواب الفاتحة لروح أخينا أبو نواف. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرحم روحنا الطاهرة يا رب. نعم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. هدول ما بكذبوا، الله أعطاه كتاب ونبي ودي يكذب على الله؟ شو نحن نقول بالحديث؟ حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر. أعوذ بالله، الرب هو الله، نتخذ ربا من دون الله؟ سبحانك يا رب، هذا بهتان عظيم. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا يمكن أبدا. نعم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أي حين، ظرفية بمعنى حين، أي حين آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي وميثاقي. يا موسى بده يجي نبي اسمه أحمد محمد، أتآمن فيه؟ قال له آمنت. يا نوح، يا شيث، يا إدريس، يا لوط، يا كل هؤلاء أقروا بنبوة سيدنا محمد وبدنا نآمن، وإذا أدركنا يومه بدنا نآمن فيه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: والذي بعثني بالحق نبيا لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني دخيل سيدنا النبي، دخيل حذاء، مس حذاء، حذاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا، شهدوا وأنا معكم، وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون. كاتبون أخونا أحمد فارس: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم. وعلى ربهم يتوكلون. نعم يا عيني يا عيني. نعم. طب إخواننا اللي بعرف بأي صورة يكتب لنا الآية هي: وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يلا بعرف يكتب لنا مشان الرجع. يلا. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. كل آمنوا، لكن ناس أقروا بالإيمان بالله، ناس كفروا بالإيمان، لكن حقيقة الأمر كلهم يقرون أن الله تعالى واحد طوعا وكرها. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا. شايف إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من ملم دير بالك فلن لم لا لا لن يقبل منه فعل مضارع منصوب يفيد التأبيد مع المستقبل لا هلق نافع ولا يوم الآخر نافع لذلك من يهودي ولا نصراني ولا مجوسي يسمع بي ولا يؤمن إلا أدخله الله النار. يا رب أمنا بك وبأسمائك الحسنى وبأقوالك وأفعالك وصفاتك وبسيدنا محمد وبحرمة القرآن وبحرمة الصحابي الأطهار اللي إن 131 و 32000 صحابي وبأهل بيتك الطاهرين أنك خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين وأن هذا القرآن كامل مكمل بكمال الله إلى يوم الدين لا يزيد ولا ينقص إلى يوم القيامة. ومن قال بنقص القرآن فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني الكافرين هنا ظلم عن الكفر. أولئك جزاؤهم شوف كمل الآية أن عليهم لعنة الله والملائكة معطوف على لفظ الجلالة والناس معطوف على لفظ الجلالة أو الملائكة أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا شايف إلا أداة استثناء إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم مو أيمانهم دير بالك ها ليش إخواننا أنا بريد دائما إخواني يعني الله يجزيهم الخير لأن عم تابعوني على المصحف والله يا إخوان خير عم بستفيدوا والله نرجو من الله في صحيفة سيدنا محمد وصحيفة آبانا وأمهاتنا وأبائكم وأمهاتكم إلى يوم الدين إن شاء الله. شوف إذا قلنا أيمانهم غير إيمانهم الإيمان إيمان بالله أيمانهم يعني حلف اليمين. شايف ما بتاخذ القرآن إلا من عالم إلا عالم عم بقرأ خدامك عم تتعلم منه أنت. بعيد الآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم لا عفوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. عبدي الله من شيخ الشيخ الشعراوي عبدي أنا لك محب. الله إيه الكلام دي يا رب. عبدي أنا لك محب فبحقي عليك كل محبة والذين آمنوا أشد حبا لله. شايف سيجعل لهم الرحمن ودا. الله الله عم بيحبك بينك وبين الله مودة. أنت بحاجة له كل لحظة أنا وأنت كلياتنا. والله ما بحاجة إنا والله ما بحاجة إنا لكن خلقنا مشان إيش؟ مشان يعلمنا مشان يغفرنا مشان يرفعنا المقامات في جنة عرضها السماوات مشان يجمعنا مع حضرة النبي وصحابته وأهل بيته والأولياء والشهداء والصالحين وأهل الله الكمل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعرفون. لك حتى يعرفوا هذا الإله العظيم. اللهم عرفنا عن نعمك بدوامها لا بزوالها يا أرحم الراحمين. أخونا حسين أبو عيسى والله عجب من حربل بس
خلي منين هيك يسلم على جنابك ضيف جديد. حياكم الله، يا اهلا وسهلا باخوي الغالي اخونا حسين ابو عيسى، بارك الله فيك وفي كل اخواننا يعني المستمعين. ان عبدي لو بلغت، ويشوف الرحمه الالهيه، عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ومثل زبد البحر، اكثر من هيك، ثم لقيتني، شرط واحد، لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفره وانا الله لا ابالي. ما اعظم هذا الاله، يا رب ما اعظمك. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، شايف؟ لن، ما قال لن، لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. إيش نستفيد إذا عندك ذهب خيو؟ ها؟ أهلين 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 بأستاذنا المحترم أستاذ عيسى، حياكم الله حياكم الله. جار الرضا الله يرحم والدك، والله كان مقام أب، نشهد الله عنا الحارة كانت تحبه. العم حج حسين الموسى رحمه الله من آل تشاويش المحترمين الطيبين، حياك الله. أهلين بأخوي حج عيسى، الله يبارك فيك. أخوي حج عيسى عندك وظيفة بكرة، عندك وظيفة بكرة، أعراب الآية. اسمع يا حج عيسى يا عيني، حتى هيك الآية احفظها حج عيسى، الآية 36، وإني أعيذها بك وذريتها، أول شيء وإني سميتها مريم. الآية شخد هاي لأنه بحبه لأستاذ عيسى، أستاذنا وحبيبنا الغالي علينا. إعراب كلمة مريم وإعراب وذريتها، هاي وحدة. اثنين، اللهم صل على سيدنا النبي، الآية 32 كني، نعم 32، أولئك الذين حبطت أعمالهم، سورة طبعا آل عمران، ها، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخر وما لهم من ناصرين. أعراب وما لهم من ناصرين، هاي وظيفة يا أخوي المحترم ابن عمي حج حسين الموسى رحمه الله وكل المشاهدين، هاي وظيفة لبكرة، وظيفة أعراب، واللي بيعرف يكتب لنا في التعليقات او بكره نتحاكى فيها. نعم. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. اخوان اعرابهم فيها كمان ايش؟ اعرابين. كمان اللي بيعرف يكتب لنا بكره. اعراب هم احبكم الله الذي احببتموني من اجله. الله يبارك فيك استاذنا المحترم. يا عيني شو قال اخواني شوقي؟ انا بحب كل استاذ لانه علمنا، كل استاذ له فضل بعد الله عز وجل على كل من علمه الى يوم القيامه. الله يرحم شوقي رحمه الله اللي قال قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. إن الذين كفروا، شوف الآية، وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم. سبحان الله. الآية التالية، وما لهم من ناصرين. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، بلغ رسوله الكريم. نحن فيما قرأنا وسمعنا يا رب، وممن حضر معنا على ذلك من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا وما تحصل من قراءة
الصلوات ومن شرح لكتابك العظيم ومن سنة لنبيك الكريم. من بعد إذنك يا مولانا هدية واصلة طيبة منا مطيبة بأطيب العطور إلى مقام إمام أعظم الأنبياء وسيد المرسلين، ومنه يا مولانا إلى روح صاحبي الشيخين العظيمين الجليلين التقيين الورعين الصالحين السيدين الوزيرين المقيمين بجنبيه إلى يوم الدين، وإلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وإلى أصحابه الغر الميامين، وإلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والأقطاب والأبدال والنجباء والندباء، وإلى رجال الله المتدركين. اللهم يا رب، وإلى روح آباء وأمهات وأولاد وبنات إخواننا الذين يحضرون معنا هذه اللحظات المباركة. اللهم إكراما لحرمة القرآن ولحرمة اسمك الأعظم ولأسمائك الحسنى، نودي إلى روحهم منا جميعا ثواب قراءة سورة الفاتحة. وأستودعكم الله وأضعكم في وديعة الله، والله يصلي كمان أوعدكم إن شاء الله هيك بعد الساعة 9:30 10 أصلي كمان برجع إن شاء الله، يعني ما بنقطع القرآن حتى نموت إن شاء الله، كل يوم كل يوم إن شاء الله. والله يبارك فيكم يا رب، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى من لدنه وبركاته.